خلي اخذ السؤال رقم 8 الجزء الثاني المتعلق باسئله الام سي كيو لموضوع الموديليشن الانالوج سيجنال. خلي اخذ سؤال رقم 8. ناقشنا بالمقطع السابق 7 اسئله وناقشنا الافكار المتعلقه بهم وكيفيه انه اختياري او كيفيه عمليه سيلكتيف للاختيار الصحيح قائم على اساس اولا ربط المفاهيم العلميه اللي انا المفروض دارسها ومستوعبها مع ما 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 هو موجود من سؤال. خلي اخذ سؤال رقم 8. السؤال الثامن: which one of the following is not true. على الطالب انه اولا يبتهم السؤال اي من الاختيارات التاليه not true with respect to single sideband signal. يعني قد تكون هذه الاختيارات هي صحيحه لسيجنال ثانيه لكن غير صحيحه لاشاره السنجل سايد باند، فبالتالي لازم انه احاول انه اركز في منطوق السؤال. زين، اي من العبارات التاليه تعتبر عباره غير صحيحه نسبه الى اشاره السنجل سايد باند؟ الاختيار الاول انه هارد تو دو مودريتد، يعني انه عمليه كشف اشاره السنجل سايد باند صعب جدا. هل هذا صحيح او غير صحيح؟ لس باور، الباور مالتها قليله. كارير السبرس، عمليه حذف او تخلص من الكارير. فيري لو رينج، يعني انه السبيس مالتها او الباندويث مالتها، نتكلم عن الرينج اقصد بيه الباندويث، السبيكترم سبيس مالتها هو كلش قليل مقارنه بالبقيه، طبعا مقارن مع الدبل سايد باند، مع النورمال اي ام، مع الاف ام. منو من هذولي هو الاختيار الصح؟ طبعا اولا الاختيار اللي هنا عندي السبيس مالتنا السبيكترم اللي شغله هو كلش قليل، فبالتالي هذه عبارة صحيحة. الكارير هو اصلا سبرست، هذه عبارة صحيحة. الباور مالتها هي اقل باور مقارنة بالدبل سايد باند والنورمال اي، هي عبارة صحيحة. هارد تو دي موديليت، انه عملية الكشف مالتها عملية كشف صعب، وبالتالي الاختيار مالتي هو هذا نوت ترو بالنسبة لي، هو الاختيار اي. خلي افسر هذا. واحدة من اصلا تعتبر ديز ادفانتج بالنسبة للسايد باند سبرس كارير، من المساوئ اللي تحسب على السنجل سايد باند سبرس كارير، انه عملية الكشف مالته او عملية الريكفر مالته هو هارد، صعب. زين، يعني هذا تعتبر من السلبيات. اذا اريد اذكر السلبيات مقارنة مع بقية الانظمة من ناحية الكشف او عملية الديموديليشن او الريكفر، تعتبر سنجل سايد باند هو الاصعب. زين، فبالتالي الكارير سيجنال ماتي، يعني الصعوبه من وين جايه؟ اصلا هو عمليه الارسال هي قائمه انه انا ارسل الاشاره بدون كارير، يعني خاصه اذا كان عندي سنجل سايد باند سبرس كارير، يعني ارسل فقط جانب واحد اللي هو اما الابر او اللور. فحتى استخدم مبدا مثلا سايكونز ديدكشن بالريسيفر يطلب من عندي وجود الكارير، لذلك احتاج انه اولد الكارير. زين، ويعتبر هذه كمرحلة إضافية، لازم أسوي عملية الكارير، أستحضر الكارير بالريسيفر، ومن ثم أستخدم عملية السايكونز ديدكشن حتى أولد أو أستخرج المعلومات. لذلك إنه من السلبيات اللي تأخذ على السنجل سايد باند هو عملية الهارد موديليتي. زين، إذا اختيارنا راح يكون هو الاختيار أي. خلينا ناخذ سؤال رقم 9. السؤال التاسع: The low power carrier transmitted with the single sideband signal is called. إن السؤال رقم 9 يعتمد على، قد إنه هذه المعلومة تذكر لبعض الطلاب أو خلال بعض الشروحات أو قسم، لا ما يجوز ما مرة يعني على بعض الطلاب، يجوز هذه لأول مرة يسمعها، لكن خلي إنه نشرحها. The low power carrier transmitted with respect أو في حالة السنجل سايد باند سيجنال، نسميه سنجل سايد باند كارير، الدامي كارير أو الفيك كارير أو البايلوت كارير، شنو نسميه هذا النوع؟ هذه أنا يعني خلينا نقول متأكد إنه أغلب الطلاب ما سامع بهذه المعلومة، لكن خلي تنضاف إلى معلومة جديدة خاصة لمهندسي اتصالات. الكارير مالتنا في حالة السنجل سايد باند من أرسله بباور قليلة، خاصة ذكرنا في السؤال السابق انه من السلبيات اللي تؤخذ على السنجل سايد باند
انه عمليه الهاردنج او الصعوبه في عمليه الكشف بسبب انه احتاج انه اولد الكارير. فعمليه توليد الكارير في دائره الريسيفر احيانا انه استخدم شنو لو باور كارير بالترانسميتر وذ ريسبكت تو سنجل سايد باند، وبعدين هذه استخدمها حتى اسوي عمليه استلام واكبرها زين، وفي نهايه الاستلام في مراحل الديموديليشن للسيجنال. هذا النوع من انواع السيجنالز قد ان يكون تطبيقها المباشر هو في حاله الاف ام ستيريو ترانسميتر. هذا النوع من انواع السيجنالز نسميه البايلوت كارير، يعني متى ما انه استخدمت كارير سيجنال بباور قليله نسميها البايلوت كارير. زين هذه قد انه يعني انا متاكد انه اغلب الطلاب ما يعرفها. سؤال رقم 10، هنا انا راح تكون عندي حسابات والمفروض هي قائمه على اساس بعض المعادلات اللي طالب لازم انه يحافظها. السؤال اللي عندي What is the peak envelope power؟ هذه طبعا هنا قسم من المصطلحات تكتبها peak envelope power. What is the peak envelope power؟ If the RMS voltage، إذا كانت الـ RMS voltage is 127.26 volt across 50 ohm load. أول خطوة هنا أحتاج أنه أنا أحسب، لأن مطيني خيارات، بالتالي عندي معادلة. الخيار الأول هو 324 واط، 321 واط، 215 واط أو 154 واط. هذه الخيارات اللي موجودة عندي، فأحتاج أنه سأولا أكتب قانون الباور البيك انفلوب باور يساوي، هو عبارة عن VRMS سكوير على مقدار قيمة المقاومة، يعني هو أشبه بمقدار قيمة ديسيبيتد باور. فبالتالي هنا مجرد عملية تعويض مباشر، راح تكون عندي مقدار قيمة الـ VRMS هي 127.26 فولت سكوير على مقدار قيمة المقاومة 50. راح يطلع الناتج بعد ما انه حسبه هو عبارة عن 324 واط، بمعنى انه الاختيار مادي الصح هو الاختيار اي. سؤال رقم 11، سؤال رقم 11 هو إلى علاقة بسؤال رقم 10 لكن بأسلوب ثاني. سؤال What is the maximum current؟ ما مقدار قيمة الماكسيمم كيرنت if the peak envelope power اللي هي BEP، قلنا المصطلح اللي هسه قبل شوية ذكرنا معادلته، إذا كان مقدار قيمة البيك envelope power is 500 واط. هالمرة السؤال بشكل معكوس، and the supply to the amplifier is 50 فولت. فأرجع لنفس السؤال لكن هالمرة بأسلوب ثاني، أقول بما أنه البيك envelope power يمكن حسابه، أما VRMS سكوير على قيمة الـ R مثل ما حسبناه بالسؤال رقم 10، أو يساوي مقدار قيمة الـ V source في مقدار قيمة الـ IMAX. زين بهذا الشكل. زين انتبه هنا شنو عندي، انا عندي مقدار قيمة السبلاي باور 50 فولت، وعندي مقدار قيمة البي اي 500، فاقدر استخرج مقدار قيمة الماكسيمم باور مجرد ما اطبق القاعدة. فبالتالي بعد ما انه استخرج القاعدة اطبق القاعدة، يعني اقول مقدار قيمة الاي ماكس يساوي مقدار قيمة البيك انفلوب باور على مقدار قيمة الفي سورس، والنتيجة راح تكون عندي 500 على 50 راح يطلع عندي 10 امبير اللي هو الاختيار رقم اي. زين سؤال رقم 12، سؤال رقم 12 يعتمد على نفس الكلام حسابات رياضية. السؤال رقم 12 بالشكل التالي What is the dissipated power؟ طبعا dissipated power يقصد بها البيك انفلوب باور، نفس الكلام البيك انفلوب باور اعتمادا على القانون اللي قبل شوية ذكرناه. إذن ما مقدار قيمة البيك انفلوب باور أو الديسيبيتد باور if the transmitter produces a peak to peak voltage 178 فولت across 75 ohm؟ الخيارات المطينياها A و B و C و D، فالمفروض أنه أنا أول مرة أبدي بحسابات مالتي، فأطبق القاعدة. أولا أنا عندي مقدار قيمة البيك to peak voltage مطينياها 178 فولت، هذه إذا أريد أحسب الـ V peak الوحدة خلي اكتبهم اللي هنا،
مقدار قيمة ال V بيك الواحدة هي شو تساوي لي؟ تساوي لي ال بيك تو بيك على اثنين، لأنه ال بيك تو بيك من أحسبها لو كان عندي إشارة بهذا الشكل، إشارة ساين ويف، أحسب هذا البيك تو بيك من هذا الجزء لهذا الجهاز. بينما لو كان عندي بيك واحدة أخذها هي شو تساوي لي؟ تساوي لي البيك تو بيك على اثنين. إذن أول خطوة أحسب مقدار قيمة ال V بيك اللي هي تساوي لي البيك تو بيك على اثنين، هذه واحد. زين، بعدها استخرج مقدار قيمة الـ RMS لأن هذه مطيني إياها بيك باور، فأحسب مقدار قيمة الـ VRMS تساوي لي 0.707 في مقدار قيمة الـ V بيك. أوكي؟ زين، خطوة اللي بعدها طبق القاعدة، مقدار قيمة الـ بيك انفلوب باور تساوي لي مقدار قيمة الـ VRMS سكوير على R. بعد ما تحسب راح يطلع الناتج يساوي هو الخيار B. فبالتالي هسه هذا الشرح انا اعطيتك اياه، طبق المعادلات وطلع الحسابات احسبها، راح يطلع عندك مقدار قيمه الناتج مالتنا هو 52.8. السؤال رقم 13. سؤال رقم 13، what is the average power، ما مقدار معدل القدره of the transmitter if the dissipated power 500 واط، ما معدل القدرة للترانسميتر إذا كانت ال dissipated power، طبعا مثل ما ذكرنا نقصد بالdissipated power هنا هي البيك envelope power. أوكي، فبالسؤال هو مطيني مقدار قيمة البيك envelope power، عندي المعادلات أنا اللي حافظهم، فهل مقدار قيمة معدل الباور مالتي راح يكون هو من 0 إلى 500 واط، أو من 100 واط إلى 300، أو 125 إلى 166.66، أو من 0 إلى 250. حتى أحسب اللي هنا أول خطوة أخليها في بالي، عندي معادلتين قد أنه الطالب ما مرات عليه خليه يحفظ ليهم. أولا مقدار قيمة البي أفرج تساوي مقدار قيمة مقدار قيمته راح يكون مساوي هو عبارة عن البيك انفلوب باور على 3، هذه واحد القانون الأول. فإذا أدى طبق قانون 500 على 3 راح يطلع عندي يساوي 166.66. زين، هذا الحالة رقم واحد. وعدنا مقدار قيمة البي أفرج، طبعا هذه يتمثل مقدار قيمة المينيمم والماكزيمم، البي أفرج مينيمم راح تكون هي عبارة عن البيك انفلوب باور على 4. فإذا طبق هذا هنا يطلع عندي 500 على 4 125. إذن الرينج مالتنا راح يكون هو من 125 إلى 166، وهذا هو الخيار مالتي راح يكون هو الاختيار رقم C. السؤال الأخير من ضمن هذه السلسلة من الأسئلة المتعلقة بالمالتي تشويس كويشن بموضوع الموديليشن هو سؤال رقم 14. السؤال 14 خلي أقرأ وخلي نشرحه ونشوف على أي شيء يتعلق. سؤال 14، which of the following is true، أي من هذه العبارات هي عبارة صحيحة، عبارة صحيحة with respect، بالنسبة إلى with respect to bandwidth، نسبة إلى أرض نطاق الترددي of 2 كيلو هيرز audio signal and 2 كيلو هيرز binary data. يعني إذا كان عندي signal هي audio signal الباندوث مالتها 2 كيلو هيرز، وإذا كان عندي binary data الباند 2 كيلو هيرز، أي من هذه العبارات صحيحة بالنسبة لهم؟ العبارة أي أو الخيار أي، الباندوث سوف يكون هو higher for audio signal than the binary data، الباندويث مالت الاوديو سيجنال هو سوف يكون هو اعلى من في حالة الباينري داتا. زين، طبعا هنا كلامنا انه انا عندي information معلومات audio signal 2 كيلو هرز، وعندي information binary data هي عبارة عن 2 كيلو هرز، فهل سوف يكون الباندويث بالنسبة للاوديو سيجنال هو اعلى منه في حالة الباينري داتا او لا؟ ان يكون عندي الباندويث هو هاير بالنسبه للباينري داتا نسبه للاوديو سيجنال، هل الباندويث مالتهم يبقى نفسه للحالتين؟ هل الخيار الاخير ان الباندويث مالتنا هو سوف يعاني من انكريزنج، سوف يزداد وذ تايم فور ذا باينري داتا،
مقارنة بالأوديو سيجنال من الخيار الصحيح. قبل لا أجاوب على الخيار الصحيح لازم أنتبه على نقطة، خلي أفتهم أولا الموضوع الباندويث هو مرتبط بطريقة نقل المعلومات. بالنسبة اللي في حالة الأوديو سيجنال هي أنالوج سيجنال، هذه الأنالوج سيجنال أنه أنا أسوي لها عملية موديليشن بواحد من الأنظمة اللي نعرفها وأسوي لها عملية إرسال، بينما البيانات الرقمية مالتي أولا هي ترسل على شكل شنو، أما على شكل بلسز نرسلها على شكل بلسز البيانات المالتي الباينري، نسوي لها عملية سكوير ويف أو بلسز وأرسلها. لذلك أنه دائما تكون الإشارات مالتنا الباينري راح تاخذ باندويث هو أكبر، تعتمد عليه من على عدد البتات المستخدمة في التمثيل، بينما في حالة الأوديو سيجنال هي أصلا هي تمثل يعني ساين ويف سيجنال وأسوي لها عملية إرسال. لذلك الباندويث اللي راح يشغل الباينري داتا راح تكون هو أعلى وأكبر مما هو عليه موجود في حالة الأوديو سيجنال. إذا الخيار مادي راح يكون هو الخيار رقم بي، أنه الباندويث اللي راح تشغلها الباينري داتا راح يكون هو أعلى مما هو موجود عليه في حالة الأوديو سيجنال، لذلك راح يكون بهذا الشكل. والسبب قلنا أنه الداتا مالتي الباينري راح تشغل باندويث عالي جدا مقارنة بالإشارة مالت الأنالوج اللي هي الأوديو سيجنال. لذلك في حالة الأنالوج طبيعتها هي أصلا إشارات جيبية ويسوي لها عملية إرسال، بينما في حالة الباينري سيجنال راح تكون لا، هي خليط من مجموعة من البتات، وهذه كل واحدة من البت هي تأخذ لها أصلا حيز، لذلك من أجمعها المعلومة الواحدة راح تكون هي الباندويث مالتها وأكبر. هذولي 14 سؤال متعلقين بموضوع الموديليشن، راح ناقش مجموعة أخرى لمواضيع أخرى، وحاول أن أوفر مجموعة من المقاطع اللي تحتوي على نماذج أسئلة بصيغة المالتي تشويس أو الام سي كيو. أتمنى أنه يكون الطالب تطيفة مراجعة شاملة وتطيفة حس ونمط جديد بكيفية الإجابة على الأسئلة، والمتوقع أن تكون هي أغلبها بصيغة الام سي كيو.